المجد لله. الاعتراض رقم 78 يقول: من هو والد هيمان؟ يسأل المعترض قائلا: هل كان محول كما هو مذكور في الملوك الأول 431، أم أنه زارح كما هو مذكور في أخبار الأيام الأول 26، أم أنه يؤيل كما هو وارد في أخبار الأيام الأول 633 و15-17؟ نقوم في البداية بقراءة الآيات التي ذكرها المعترض، فنقرأ في الملوك الأول 431: وكان أحكم من جميع الناس، من إيثان الأزراحي وهيمان وكلكول ودردع بني ماحول، وكان صيته في جميع الأمم حواليه. أخبار الأيام الأول 26: وبنو زارحة زمري وأيثان وهيمان وكلكول ودارع، الجميع خمسة. أخبار الأيام الأول 633: وهؤلاء هم القائمون مع بنيهم، من بني القهاتيين هيمان المغني ابن يوئيل بن صموئيل. وأخيرا في أخبار الأيام الأول 15-17: فأوقف اللاويون هيمان بن يوئيل ومن إخوته آساف بن برخيا، ومن بني مراري إخوتهم إيثان بن قوشية. لقد فشل المعترض في قراءة النصوص التي قام بتقديمها بدقة وبأمان، فإن زارح هو والد هيمان كما هو مذكور في سفر أخبار الأيام الأول 26. ومن قراءة النصوص ضمن سياقها نعرف أن هيمان المذكور في الملوك الأول 431 هو هيمان نفسه المذكور في أخبار الأيام الأول 26، حيث أنه يذكر مع إخوته كلكول ودارع على أنهم بني ماحول. وهنا قام المعترض بافتراض أن والد هيمان يدعى ماحول. إن هذا الأمر معقول وليس مستبعدا، وفي حال صحة لا يشكل تناقضا، فإنه كما سبق وأظهرنا في مرات عديدة أنه يوجد كثير من الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من اسم، كما هو حال إسرائيل الذي عرف قبلا باسم يعقوب. وفي هذه الحالة يكون زارح له اسم آخر ألا وهو ماحول، لكن يوجد تفسير أفضل من ذلك، ألا وهو أن ماحول ليست اسما علما، حيث أن الكلمة العبرية ماحول أو ماخول تعني الرقص أو يرقص، وفي تلك الحالة يكون كالكول ودارع قد دعيا بطريقة مجازية أبناء الرقص أو الأبناء الراقصين، وهذا يشبه ما ذكر في سفر الجامعة 12-4 بوصف بنات الغناء. وتغلق الأبواب في السوق حين ينخفض صوت المطحنة ويقوم لصوت العصفور، وتحط كل بنات الغناء. أما بالنسبة لأخبار الأيام الأول 6-33، فإن هذه الآية تقدم لنا هيمان ابن يوئيل، وهو هيمان آخر يختلف عن هيمان ابن زارح، فإن هيمان ابن زارح قد عاش في حقبة زمنية مختلفة، إذ أنه حفيد يهوذا، وبالتالي فهو عاش قبل زمن الملك داود، وهذا ما يعرف من خلال أخبار الأيام الأول 2-3-6: بنو يهوذا عير وأنان وشيلة، ولد الثلاثة من بنت شوعة الكنعانية، وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فأماته، وثامار كنته ولدت له فارس وزارح، كل بني يهوذا خمسة، ابنا فارس حصرون وحامول. وبنو زارح زمري وأيثان وهيمان وكلكول ودارع، الجميع خمسة. أما هيمان بن يوئيل فهو حفيد صموئيل النبي، وبالتالي فهو عاصر الملك داود أو تبعه. ليس من تناقض بين هذه الآيات. المجد لله والله معك.